هم تعبي كرياتين، هم تعبي ويدك ترجف. ليش تعبيه؟ ليش ما تبيعه كله؟ شو يسوي هذا؟ شوف عين، شنو نوعيته هذا؟ برايم، هو كله برايم ب5000. هاي ولد من نشره، كل هالطب يصيح برايم. شو يشوفون ماده بنفسجيه؟ عبالهم برايم او عبالهم اجاليز. اكو شيء اسمه اجاليز، اكو شيء اسمه نترو، اكو شيء اسمه برايم، اكو شيء اسمه هذا الكواتريول الامريكي. فشركات هوايه، اكو شيء اسمه كوكو هير، هوايه شركات، كلش هوايه شركات. تقول لي انا شعري تعبان ويساقط واريد اسوي كرياتين، شو تقول يعالجه؟ الكرياتين بحياته ما عالج الشعر. اذا اكو شيء محرقه للشعر هو الكرياتين، اذا كان هذا واذا كان غيره كله محرقه للشعر، بس هذا احسن من غيره بهوايه. يعني اكو 100% مضر، اكو 90%، هذا احسن من غيره بهوايه. هذا شنو هذا؟ اللي شعرهم بيه تجاعيد، شعر بيه كسره، شعر ما يتمشط، شعر افريقي. هذا يسرحه، يخلي شعر حلو حريري لمده 6 اشهر او 5 اشهر او 7 اشهر حسب انت متابعتك له. وراها يرجع الشعر مثل ما هو والشعر يصير بيه ضرر. نقطه راس السطر، الشعر يرجع يصير بيه ضرر. اذا قبلوا الشركه واذا ما قبلوا، كل الكرياتين يسبب ضرر. بس هذا زين لانه 7 زيوت او 4 زيوت معالجه. زيت الاوريغانو وزيت جوز الهند وزيت الخروع الاسود بيه زيوت معالجه للشعر. بس صحيح انا اذا شعري تعبان ويساقط اسوي له كرياتين؟ لا مو صحيح. صحيح نتعالجيه بزيوت، تعالجيه بشامبوات، بس اذا تريدين الشعر يكون حريري ويتمشط سوي له كرياتين. زين ورا فتره ياذي؟ ياذي طبعا. هاي 100 مول، 100 مول تكفي للشعر حد الكتف، سعرها ب20. هذا 1000 مول سعرها ب160000. هذا من الصالون تاخذه. انت اللي تحتاجيها هاي وحده، واحتمال تحتاجين 2. شلون نستعمله؟ ما اريد اروح للصالون. تغسلين شعرك بشامبو مال اطفال وتنشفين نص تنشيفه او 3/4 تنشيفه، تخلين الماده تضربيها بالشسوار من بعيد، تنشفيها 10%، تتركيها بالشعر من 2 إلى 3، تجيها بالكاوية، يكون درجة الحرارة تكون 400 مو أكثر، كل خصلة منك 15 إلى 10 مرات بالكاوية. إنه بتركينه في 2 إلى 3، إذا لقيتيه بعد لين همات ترجعي له بالكاوية، فت 5 كاويات أو 4 كاويات. هاي الطريقة اللي أنا أعرفها، أما الطريقة الأصح فهي من الصالون تعرفها والحلاق يعرفها أو الطبون تسوون عليها بحث. كرياتين أمريكي السعر هاي 20، والسعر هذا ب160000. أنا عنواني بغداد الحرية الثانية قرب البريدة وقرب العيادة الشعبية، اسم المحل كوزمتك دانيال، توصيل بغداد 4 وتوصيل محافظات 5.